صباح الخير. صباح النور حبيبتي. ليش واعي بكير؟ ليش انت واعي بكير؟ انا وعي، صليت والبسل وعم بقرا جريدي وناطرك لحتى توعي بقول لك صباح الخير يا احلى رمز. لحظة، انا خليني افهم شوي. انه صليت انت بتصلي؟ انه ايه، مبين علي ما بصلي. لا مش هيك قصدي، قصدي انه بتصلي الفرض، يعني بانه بتركع وكل شيء. انه ايه بركع وكل شيء. حبيبتي لما طلعتي من الحبس انت تاني يوم رحتي على قبر بيك وامك، انت قلتي لابانا وانا قريت الفاتحه على روحهم الله يرحمه. نسيت؟ لا ما نسيت، بس انه انا قصدي سجاده وركعات و... انه ايه هيدي السجاده لامي الله يرحمها. الله يرحمه. بتعرف؟ ما بعرف شي عنك. أريح، أساسا ما في كتير أشياء عني تنعرف. بتعرف؟ ما كنت بتخيلك بتعرف تصلي، إنه أصول الصلاة. حبيبتي ليه معلقة كتير على الموضوع؟ شو عندك اليوم؟ حبيبتي بدي أعرف اتصال امبارح من مين ومن وين؟ تخيلك ما تذكرني. للحظة حسيت قلبي رح يوقف. حبيبتي لما نفكك الشبكة كل الأمور رح توضح. إن شاء الله. إيه أنا كمان اليوم بعتذر، ما رح أقدر أطبخ لك. ليش شو عندك؟ رايح عند الأستاذ محمد. شو في عنده؟ ما قال لي، بس قال لي إنه عايزني، بده يشوفني. أنا قلت هيدا الاتصال أكيد من برا مش من جوا. ليه ما عندك على تليفون البيت كولر اي دي؟ إنه أنا قديش بستعمل تليفون البيت يعني؟ هلا صار في حدا بالبيت، بكره بغيره. لك رح تجنني أنت يا زلمة. بشو؟ بشو؟ بتحكي عن التهديدات يلي بتوصل لك ولا كأنه في شيء. وين حمايتك زياد؟ بهيدي اسمح لي فيها حضرة الرائد. الحماية والحراسة مش ضروري تشوفهم أو حتى تحس فيهم. شو قلت زياد؟ عم بحكي عن الحماية والحراسة. لا 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 لا، الأولانية. حضرة شو؟ الرائد. حضرة الرائد. شو في؟ ليش عم تطلع فيه هيك؟ من أول ما رجعنا نشتغل سوا ولا مرة عيطت لي برتبة. يعني كنت ناطر القرار النهائي بعودتك للسلك. هدية زواجك القريب. الإدارة شافت إنه ما في شيء بيمنع إنك تعود للسلك. يعني قرار تحويلك للتقاعد كان مبالغ فيه. يعني أنا شايفك ما بيك شيء، اسم الله مثل التور. تور؟ لا أنا مش قصدي تور، قصدي إنك أنت فحل، فحل بالشغل. ايه؟ وفحل مش رح. فهمت. مبروك عودتك للسلك يا بطل. دورك بفتح الشبكة اليهودية كان مقدر كتير عند القيادة. ف انت اكثر من خي يا زياد، وانت اكثر من ضابط مسؤول عشق رسالته، تحت ما اقول مهنته لحد الشهاده. وتمختاري يا حلوه يا زينه. شو عم تعملوا هون؟ موعدهم مثل موعدك، 10:10:30. هلا هن اجوا بكير انه هيك اتفقنا انه هن يجوا بكير. هيك اتفقتوا؟ على شو اتفقتوا؟ عادي يا مدام شابر، عادي. انه ما لحقت طلعت من صدمة قبرص حتى لحقتوني بصدمة تانية. ولو يا ميسا، هلا عم تقارني صدمة قبرص باللي عم بيصير هلا؟ ما هيك قصدي استاذ. ولو؟ هون اهلك واصحابك. بعتيني وراكي حتى تستلمي هدية عرسك. هدية؟ أي هدية؟ شو حكيت؟ طمني. شو بدي طمنك؟ حالة هستيرية شبه كاملة. إنه ما إلها دواء؟ أكيد رح أوصف لها أدوية، بس المشكلة عندها هي. هي؟ ليش هي؟ وين بالأول حكيم؟ المرة الماضية
قلت لها المدام اللي كانت عندها بالأوضة. مدام؟ أي مدام كانت عندها؟ قالت لي اسمها ميسم عبود. ميسم عبود كانت هون عند جمال؟ شكرا حكيم. بالإذن. إنه هلا فيكم تفهموني شو طبخين؟ شو بدنا نكون طبخين يعني؟ كشري؟ معقولة سؤالك؟ مش أنت كان حلمك الدار إنك تقدمي هدية لنديم بس يرجع؟ الله يرحمه لنديم هلا، في أنت. وأنت كسرتي لي حلمي لما ما قبلت تديني مصاري حتى أشتري الدار وشغلها ورد لك المصريات. في شي مجلة أو جريدة بتربح؟ تردي لي المصريات قال. عم تستغشميني؟ أنا بعرف إنه المجلة أو الجريدة إذا بدها تربح مو ورا الإعلانات، وبما إنه وضع الإعلانات بهالأيام مش لقطة. بقى المدخول الثاني الإعانات اللي هي رديف للإهانات. أنا ومنى اخترعنا هالكلمتين على الموقع، إعانة يعني إهانة. يعني قلم مأجور بينشرى وبينباع. أنا ملدوعة من اللي عملوا بيي. الصحافة دايما لازم تبقى حرة. فإذا أنا ديانت ميسم حق الجريدة، من وين بدها ترد اللي حقهم؟ وهي حضرتها صاحبة القلم الحر. القلم يلي عاش الحبس، عاش الفساد، عاش الخيانة، عاش القهر، بدها تكتب عنه. شهادتها من وراء قضبان السجن، وأنا اللي كنت سمع لها، وأنا أنجأ بعرف فك الحرف. أنت أحلى معلمة. قولي معلمة؟ إيه. أرجيلة ونارة يا بنت وتصلبت على المحابيس، إيه. مش هيك أستاذ محمد؟ كفو كفو. أروع مسرحية عم بحضرها بحياتي. عم ترسموا الحياة ببلادنا بأبسط صورة وأدق صورة. كفو. فقلت يا بنت أحملي هالتليفون وطلفني لمنى غصن. دمازال منى غصن؟ والنعم. معك قمر نوار. أكيد ما بتعرفيني، أنا عم بتصل بحضرتك لأتعرف عليكي. بخصوص شو؟ رح خبرك بخصوص شو؟ وهي دغري عطيتني موعد، أمورة. ورحت لعندها. فاجأتني مدام قمر لما قالت لي ميسم دارسة كمان إعلام. وبالحبس. خبرتها ما تساتك. يعني كل هالوقت وأنا ما عارفة شيء. طيب لتتم البيعة. قصدك الشروة. الشروة، البيعة. المهم هالدار بتحقق حلم هالمخلوقة. اللي من حقها انها تحقق أحلامها، مش بس تحلمها. تعذبت كتير ميسم. وبكيت كتير. وبعد رح تبكي أكتر علي. بلا. أنا حاسة وعارفة وعض على جرحي. طيب شو بعملكم إذا ما لقيت شي عدى علي إلا جرحي؟ المهم أنت هلأ الحمد لله رجع الله هنيك بجوزك بابنك وبنتك اللي جاية. عانيت كتير، تحملت كتير، إجا الوقت ترتاح. كيف بدها ترتاح وفي مجلة وجريدة بعهدتها؟ أنا حدا لأني ما رح بيع كل شي. هيدا كان اتفاقنا أنا ومنى، يبقى إلى 15%. إذا بدك أكتر أنا ما عندي مانع. يا عفاكي يلا تكهربي أنت منك صغيرك. خلاص. يا جماعة أنا بحلم ولا بعلم؟ الله أحلم. بعلم ميسم، بعلم. وبعلم هالمخلوقة اللي ما في مثلها. ميسم مبروك عليك هدية عرسك، المجلة والدار بكل ما فيها من تعب بتحبيه وكد بتعشقيه، وقلم نحن ناطرينه يكتب بالحق، يدافع عن المظلوم ويقبع عين الفساد والفاسدين. أمين يا ميسا. أستاذ محمد. نعم. حضر لي المحضر. محضر؟ عقد البيع يا قمر. إنه